بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس الداينامكس وفي البارتيكلز. أبو ماي الله يجزيه الخير عمل درس عن تصوره لكيفية عمل إعصار. أنا اليوم في الدرس هذا هشرح كيف ممكن نعمل إعصار ويكون فعلا شكله إعصار. تمام، أنا هون بس زودت تايم لاين. طيب، الإعصار زي ما أنا ما كنت حكيت إنه هو بنعمل بالبارتيكلز. خلونا نشوف كيف حنعمل الإعصار هذا. أنا حعمله بطريقتين مختلفتين ولكن هم الاثنين بالبارتيكلز. طيب، هلا أول إشي حنروح وبرضو اليوم حنتعامل مع كرييت إيميتر. حقول له كرييت إيميتر. تمام. طيب، هلا حنعمل بلاي. حلاحظ إنه البارتيكلز طلعت عندي. اوكي، انا هلا هدخل على الاتريبيوت اديتور وبدي ازود عدد البارتيكل شوي في الايميتر. تمام، ممكن اخليها مثلا مش رقم كبير، يعني ممكن مثلا 250. اوكي، هلا هاخد البارتيكلز هذه وحروح على فيلدز وحديها فيلد اير. تمام، حديها فيلد اير. هلا لو رحت على الاتريبيوت اديتور الخاص بالاير حلاحظ انه الاير اتجاهه اللي على الواي، هاي الديركشن على الواي، وهذا اللي انا بدي اياه. تمام. طيب، هلا لو عملنا بلاي حلاحظ انه البارتيكلز طال على فوق. تمام. اوكي، طيب حنرجع للاتريبيوت اديتور مره ثانيه وعند البارتيكل شيب هنيجي هون وحنديها هنخليها كونستنت وحخلي مدة حياة البارتيكلز 5 ثواني وحنزل هون عند البارتيكل ريندر تايب هخليها مالتي ستريك. اوكي، هلا خلونا نرجع ونعمل بلاي. هلاحظ انه البارتيكلز صارت تطلع عندي بالشكل هذا. اوكي، بس الى الان ما صار عندي تاثير الاعصار. اللي بديني تاثير الاعصار فيلد اسمه فورتكس. فانا حفتح الاوبشنز بوكس وحروح على اديت وحقول له ريسيت سيتنجز. هلا حقول له ابلاي. نرجع نعمل بلاي. هلاحظ انه ما في تاثير كبير صار، وهذا بسبب الماجنتيود الخاص بالفورتكس. فأنا عندي الماجنتيود هون 5، خلينا نديه رقم كبير شوية زي مثلا 5000. أنا عملته هون 50000، 5000. أوكي، هلأ خلونا نرجع ونعمل بلاي. هلاحظ إنه صار عندي الإعصار زي ما احنا شايفين. تمام. طبعا ممكن انه احنا نروح على البارتيكل شيب، نروح على الريندر تايب وبدي ازود التيل سايز شوية، يعني خليه مثلا ممكن نخليه مثلا 2.5. اوكي، هلا خلونا نرجع ونعمل بلاي. هلاحظ انه الاعصار طلع عندي بالشكل هذا. هاي الطريقة الاولى لعمل الاعصار. طبعا هاي فكرة مبسطة لعمل الاعصار. طيب، خلونا نعمل نيو سين ونشوف كيف حنعمل الطريقة الثانية. هي تقريبا نفس الفكرة بس بيختلف، يعني اشي بسيط جدا. حروح وحعمل كرييت ايميتر. حروح على التوب فيو. تمام، وحعمل ايميتر تاني وححركه particles create emitter. تمام، وححرك الايميتر التاني بمقدار 1.5. اوكي، طيب هنكبس حرف جي عشان اعمل كمان ايميتر وححركه ناقص
واحد ونص على الاكس هنكبس ناقص واحد ونص. اوكي طيب تمام، هنكبس على جي وحنحركه على الزد بمقدار واحد ونص. اوكي وحنعمل جي وحنحركه على الزد بمقدار ناقص واحد ونص. تمام، وحنعمل جي كمان مرة وحاخده وحكبس على اكس عشان يعمل سناب تو جريد وححطها هون. تمام، وحعمل جي وححطها هون وجي وححط الاميتر هذا هون وجي وححط الاميتر هذا هون. انا عملت هيك بحيث انه هو يديني شكل دائري. تمام طيب، هلا لو اجينا وعملنا بلاي حلاحظ انه البارتيكلز بلشت تطلع عندي. انا بدي ازود التايم لاين. اوكي طيب، هلا حنروح على الاتريبيوت اديتور. ماني محتاج اني ازود عدد البارتيكلز، انا حروح هون عند مدة حياة البارتيكلز وحخلي مدة حياتها ثانيتين ونص، وحنزل تحت هون وحخليها مالتي ستريك. ممكن هون نخلي مثلا طول البارتيكلز 2، وحعمل نفس الشيء لكل بارتيكلز طالعة من الإيميتر. هاي مالتي ستريك، اوكي هاي 2، وحنطلع لفوق وعند حياتها خلي حياتها 2.5. تمام، نفس الشيء حنعمله هون كونستانت 2.5. ننزل تحت مالتي ستريك. تمام، نيجي هون خليها 2. اللي بعدها مالتي ستريك هنخلي التيل سايز 2، نطلع لفوق عند اللايف سبان وحنخليها 2.5. هنيجي لهون، معلش انا عارف انه عملية مملة شوية، ولكن يعني حبيت اني اوريكم طريقتين مختلفتين، ولكن انا عارف او متوقع انه الكل يفضل الطريقة الاولى عن الطريقة هاي. اوكي هنيجي هون برضو مالتي ستريك، وحننزل عند تيل سايز هنخليه 2، وحنطلع عند اللايف سبان هنقول له كونستنت، ونخلي مدة حياتها ثانيتين ونص. هنروح هون برضو كونستنت 2.5، وحننزل هون هنخليها مالتي ستريك ونخلي التيل سايز 2، وحنيجي هون برضو مالتي ستريك تيل سايز 2، وحنطلع لفوق لايف سبان كونستنت 2.5. واخر ايميتر عندي هنعمل نفس الشغلة كونستنت اللايف سبان 2.5، هننزل تحت مالتي ستريك وحنقول له تيل سايز خليه 2. تمام طيب، هلا احنا ما حنعمل زي ما عملنا في المثال الاول او في الطريقة الاولى لعمل الاعصار، لا احنا هلا حنختار البارتيكلز كلها. خلونا نروح على السايد فيو عشان نتأكد انه ما اخترنا الاميترز. اوكي هاي البارتيكلز، وحروح على فيلدز وحديها جرافيتي. بس ايش هلا، خلونا نروح نعمل اديت ريسيت سيتنجز. الجرافيتي انا هحطها بالناقص، هحطها بالناقص عشان البارتيكلز تطلع لفوق. اوكي طيب، هلا لو رحنا من هون خلونا نكبس 6،
هاي بلاي، حلاحظ انه البارتيكلز تطلع عندي بالشكل هذا. اوكي طيب، هلا حناخذ البارتيكلز هاي وحنروح برضو على فيلدز وعلى فورتكس. اوكي هنقول له خلي القيمة مثلا 5000 وحنقول له كرييت. هلا نرجع ونعمل بلاي، هلاحظ انه صار عندي صار بالشكل هذا. ممكن انه انا اعمل شغلة، هاجي هون عند الاميترز هاي كلها باستثناء اللي في النص، وممكن اني اسحبهم هيك شوية. تمام، هلا نرجع للبرسبكتيف فيو ونعمل بلاي، هلاحظ انه الاعصار صار عندي بالشكل هذا. بس هاي هي فكرة عمل الاعصار، طريقتين، طريقة بنستخدم فيها فيلد اير وطريقة بنستخدم فيها فيلد جرافيتي، بس ايش بالناقص عشان البارتيكل تطلع عندي لفوق. بس وهاي هي طريقة عمل الاعصار او الفكرة المبدئية لعمل الاعصار بالبارتيكلز. اتمنى انها تكون واضحة وانكم تكونوا استفدتوا من الدرس هذا. اذا حدا عنده اي سؤال في الداينامكس يسألني، وان شاء الله تعالى انا حجاوب على كل اسئلتكم. ممكن في اسئلة ما اجاوب عليها هلأ لانه ممكن اني اكون يعني مأجل اجابتها لدروس قادمة. انا ماشي بتسلسل معين، هلأ احنا في البارتيكلز، بعد هيك حندخل على الفلويد افكتس، واحنا يعني برضو احنا اثناء ما بنتعلم على البارتيكل عم ناخد برضو بعض الفيلدز. هون اخذنا نيوتن واخذنا جرافيتي واخذنا الاير، ان شاء الله حنكمل الفيلدز هدول مع بعض. شكرا جزيلا لكم، وبتمنى انكم تستفيدوا من الدرس وانكم تطبقوا الدرس هذا عشان تستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.